المقطع الثامن. قال شيخ التجسيم: فإن كان هذا المعارض ذهب إلى هذا التأويل فهذا محض الزندقة. وكذلك روى معاذ بن جبل أو معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صليت ما شاء الله من الليل ثم وضعت جنبي فأتاني ربي في أحسن صورة. فحين وجد هذا لمعاذ كذلك صرفت الروايات التي فيها إلى ما قال معاذ. فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم لا ما ذهبت إليه من الجنون والخرافات. أقول رواية معاذ إن لم تكن نصا في المعنى فهي ظاهرة فيه، وهذا واضح عند كل إنسان سوي، فليس في الرواية ما يدل على النوم، أي هي إما نص في خلاف ما يريد ابن تيمية أو هي ظاهرة في خلاف ما يريد ابن تيمية. ورواية معاذ إن لم تكن نصا في المعنى فهي ظاهرة فيه، وهذا واضح عند كل إنسان سوي، فليس في الرواية ما يدل على النوم، فعبارة ثم وضعت جنبي لا تدل على النوم إلا بتأويل. وإذا أولت يا تيمية فأنت جهمي، أنت زنديق، أنت كافر، أنت مرتد، أنت وثني، أنت ساحر كما تتهم الآخرين. فليس في الرواية ما يدل على النوم، فعبارة ثم وضعت جنبي لا تدل على النوم إلا بتأويل، خاصة مع وجود قرينة فأتاني ربي، وهذه صالحة لترجيح اليقظة عند النوم، لأنه حال النوم يناسبه مثلا نمت فرأيت ربي، أو رأيت في النوم أني جالس في حديقة فأتاني ربي. أما وضعت جنبي فليس فيها ما يدل ولا ما يرجح النوم، بل عادة ما يكون وضع الجنب السابق للنوم فيه نوع تفرغ وخلوة وانقطاع فيناسبه فأتاني، فيترجح حال اليقظة على النوم. وعليه بلسانك أقول لك يا شيخ تيمية: لماذا تؤول يا جهمي أنها رواية لا إشارة فيها إلى النوم والقرين على خلافه، فلماذا تؤول تأويلا فاسدا باطلا وتكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفتري عليه بأنه لا يفرق بين حال نومه ويقظته، زاعما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في حال نوم ورأى في نومه، لكنه أخطأ وغفل واشتبه ونسي، فادعى حسب ظاهر كلامه أنه صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة رأى ربه، فلماذا هذا التأويل والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا تيمية؟ فلماذا هذا الجنون والخرافات التي ذهبت إليها؟ فأليس كلام المعارض وادعاؤه أقل ضلالا مما تدعيه أنت من خرافات وخزعبلات ودواعي الوثنية الأسطورية؟ المقطع التاسع. قال: لا ما ذهبت إليه من الجنون والخرافات فزعمت أن الله بعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صورة في اليقظة كلمته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ربي، غير أني أظنك لو دريت أنه يخرجك تأويلك إلى مثل هذه الضلالات لأمسكت عن كثير منها، غير أنك تكلمت على حد الحوار آمنا من الجواب غارا أن ينتقد عليك. إلى هنا بهذا المقطع أقول، وفي هذا المقطع انتهت مقتبسات بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع من 238 إلى 249. على هذا المقطع أقول بكل تأكيد أن تيمية عبر صدقا عما يقوم به هو بنفسه وما وقع فيه من اضطرابات وتناقضات دائمة في كتاباته وأفكاره، والتي ترجع إلى ما قاله أنك تكلمت على حد الحوار. هذا يكون الكلام موجه للتيمية بالأولى من المعارض. أنك يا تيمية تكلمت على حد الحوار، دائما تتكلم على حد الحوار أمنا من الجواب غارا أن ينتقد عليك.
فأخذتك فأخذته التيمية فأخذته العزة بالإثم ونسي أن حبل الكذب قصير وأن الحق يدمغ الباطل وأن كلمة الله هي العليا. فأنت يا تيمية أولى قطعا وجزما ويقينا من المعارض في انطباق ما قلته عليه من عبارات الجنون والخرافات والضلالات وأجهل جاهل وأبطل باطل وكم تدحر في بولك. فأنت أولى بها, أولى بهذه العبارات, فأنت أولى بها من المعارض بمليارات مليارات مليارات المرات, وما بعد الحق إلا الضلال.